السؤال الأول، سؤال عن كفارة المجلس. أما السؤال الأول متعلق بكفارة المجلس فقد وردت فيه أحاديث كثيرة من رواية 13 صحابيا تقريبا، وقد روى بعض ذلك الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة، قد حسن ذلك بالمجموع طائفة من علماء القرون الوسطى، وتبعهم على ذلك المتأخرون، ذلك لقوة الطرق ومجيئها من مخارج متعددة. وذهب جماعة من العلماء بأنه لا يصح في الباب شيء، وهذا قول أكابر علماء الحديث، أنه لا يصح بمفرده في الباب شيء، وهذا الصواب. ما هناك حديث في كفارة المجلس صحيح، إنما فقط الكلام هل يصحح بالمجموع أم لا يصحح بالمجموع، أما بمفرده فلا يمكن أبدا أن يثبت من ذلك شيء. الحديث الوارد في هذا الباب كله معلولة، وأمثالها ما جاء عند أبي داود، حديث سهيل بن صالح على أبي هريرة، وقد عله غير واحد من الحفاظ منهم البخاري. الحديث يحسن بالمجموع بشروط. الشرط الأول أن لا يكون أصلا في الباب. الشرط الثاني أن لا يخالف الأحاديث الصحيحة. الشرط الثالث أن لا يكون في الأسانيد كذاب ولا متهم ولا متروك، ولا يكون في الحديث اضطراب ولا غلط. الأمر الرابع أن تقوى القرائن على قبول مثله. وهذا الخبر توفرت فيه الشروط الثلاثة الأخيرة، لكن بقي الأمر الأول أن لا يكون أصلا، وهذا أصل في الباب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كثير المجالس، لنقل ذلك عنه نقلا متواترا، ولاستفاض ذلك بين العلماء، ولما احتجنا إلى الأحاديث الضعاف والمنكرات ونحو ذلك. وهذا قول قوي، لأن هذا الخبر خبر أصل في الباب، فكيف نصحح أصلا بالطرق؟ أما تدليس الوليد فهو ثابت عنه، والأدلة على تدليسه كثيرة. قد قال غير واحد من الأئمة المتقدمين بأنه مدلس، ولكنه ثقة. وعنعنة الثقة الموصوف بالتدليس لا تضر، كما هو قول الأئمة كافة، ولا يعرف عن أحد من الأئمة بأنه عل حديث الموصوف بالتدليس من الثقات بالعنعنة.
يفرقون بين التدليس وبين العنعنة، ويقولون دلس ولا يعلون الحديث بأنه عنعن إلا إذا كان التدليس غالبا عليه، كما ذكر ذلك الإمام علي بن المديني، وأشار إلى هذا المعنى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بقوله وشهر به. على هذا لا تضر عنعنة الثقة الموصوف بالتدليس كالحسن البصري وقتادة وبإسحاق السبيعي والأعمش وأبي الزبير وابن جريج والوليد بن مسلم وابن إسحاق وآخرين من الحفاظ والثقات الموصوفين بشيء من التدليس.